السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش يا شيخ، هو انا يعني عندي استفسار، هو ينفع الراجل يتجوز على مراته ويسيبها سنتين وهو في غربة، ويتجوز عليها ست تانية وينزل اجازة وهي ما تعرفش كل هذا غش يا شيخ؟ كله غش وظلم. يرضي ربنا ان الست تقعد سنين عمرها مستنية جوزها يرجع لها، وتصبر على سنتين يا شيخ قافلة على نفسها على اولادها، وهو ينزل من غير ما يعرف، وينزل ويجي لاولاده، وفي عيد ما يجيش لاولاده، في عيد ينزل يتجوز يا شيخ، ويقعدها سنتين تقول له وحشتني انا محتاجه لك، ابعت لي انزل لي، يقول لها مش عارف مش نافع ما ينفعش. كذاب. ربنا يا شيخ لا لا، كذاب وظالم، ظالم ربنا وكذاب، ايه، ظالم وكذاب. وكل ما حد يكلمني اقول انا عملت شرع ربنا، لا لما يكتشف انا بقى فجأة كده من يعني كده طب هل شرع ربنا في الغش؟ انا عملت حلال ربنا، اصل انا اتخانقت معاها من سنين وقلت لها ان انا هتجوز عليكي. يرضي ربنا ان الراجل عشان يتخانق مع مراته لاي سبب من الاسباب يقول لها هتجوز عليكي يا شيخ؟ ما يتجوز ما يتجوز، دي مسألة ما تعني مش هي محل يعني هددها يعني ده سبب اصلا؟ الآن ما فعله من أنه تزوج على امرأته ولم يعطيها حقها ولم يعلمها وكذب عليها، ظالم وكذاب. خلاص، طب وانا اعمل ايه يا شيخ؟ إن شئت أن مش قادرة ومش راضي يطلعني، ارفع على قضية طلاق للضرر وساهل، اتصرف على ولادي، اصرف على ولادي منين يا شيخ؟ اعطيهم له. ما بعرفش اعيش من غيرهم، خلاص، ده ما يعرفوش، ما يعرفش عنهم حاجة يا شيخ، طب اعمل ايه؟ ما انت ما تتحمل. يعرفش عنهم حاجة، يعني انا اللي بربي وانا اللي عمري كله مربية وعمري كله مستحملة الغربة. تحملي الوجه الله كده، شهري به، يعني هو بقى شهري به. بقاله 3 شهور دلوقتي اصبري بيقول بقى، لها مثلا انا مش موافقه، ولا بيحاول اجيب لك يكلمني حل. ولا بيحاول اي حاجه، طب اصبري وسايبني كده اصبري فلوس اصبري، خلاص بتصرف اسكت على ولادي شوية، وخلاص. اسكت اصبري نعم اصبري اصبري، شهري به، قل هذا الرجل ظالم ظلمني، هذا الرجل ظالم ظلمني. هو مش شايف ان هو ظالمني، هو خلاص، شايف ان السلام انا اللي عليكم. انا مش لا أستطيع أن أواصل.